انطلقوا نحو غار ثور، فلما وصلوا غار ثور فإذا أقدام النبي صلى الله عليه وسلم قد حفيت، فحمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ظهره، ثم انطلق به مسرعا يصعد الجبل حتى وصل الغار. فلما وصل الغار قال: والله ما تدخله حتى أدخله أنا قبلك، فإن كان فيه شيء في هذا الغار أصابني دونك. دخل أبو بكر الصديق، نظف الغار، رأى فتحات في هذا الغار، شق رداءه ثم سد هذه الفتحات، بقي فتحتان في الغار، أدخل رجليه أبو بكر رضي الله عنه في هاتين الفتحتين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان متعبا، وضع رأسه على فخذ أبو بكر ونام صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء جاءت عقرب فلدغت رجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يتحرك أبو بكر. لماذا؟ مخافة أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما اشتد الألم على أبو بكر، على أبي بكر، صارت دموع أبو بكر تسقط وتنزل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي: ما لك يا أبو بكر؟ قال: يا رسول الله دغت. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فنفث على مكان لدغة، فبرئ أبو بكر مباشرة فورا، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم.